ماشي انا بحب دكتور عبير بتقول اقدر ابلع البني ادم يعني ده مش ولا عايزين لا. ان انا افضل لحد الجواز ايوه انا دلوقتي مش بلعاه خالص يا استاذه اشجان. وفي بعض الزيجات بتتم بالشكل ده، لا البنت بلعاه ولا هو بلعها عشان بس ما يقولوش جايين على طرف الثاني، لا هما الاثنين مش بلعين بعض، ولكن الجوازه فيها اطر كده، فيها مصلحه بابا وابوه، فيها ان العريس لقطه يا حبيبتي، هما البنات لاقين عرسان دلوقتي انت بتتبطري، ده انت مش عارف ايه، بكره ربنا يجازيكي على اللي انت بتعمليه، فبتقبل البنت الجوازه او بيقبل الشاب الجوازه علشان بيقول لك انا ماليش عين ارفض، او انا البنت ماليش عين ارفض وهم يزعلوا مني. هل فعلا لما بتتم الزيجه طبقا للاطر المحطوطه دي ويكملوا ويتجوزوا ويقفل عليهم باب واحد، حياتهم تستمر ولا بيبقى في صدام في تنافر؟ انا بس عايزه قبل ما اوصل لمرحله الجواز موضوع البلع ده يتحول معايا، يعني لو انا ليله الدخله بلعاه بس بتبقى ازمه، يعني انا لسه بصاله ان انا بلعاه، مش يعني عايزه نوع من انواع اصعى نفسي ليمونه ام 100 جنيه دي ام 100 جنيه دلوقتي حتى الليمون نفسه عصري خلي بديل يعني بديل فكره ان انا مش لازم ابقى واصله ليوم الفرح بموضوع ان انا خلاص قبلاه وخلاص، لازم يبقى في نوع من العاطفه دخلت في الموضوع قبل الزواج، عشان ما نلاقيش فعلا ان هو تقول لي انا متجوزه بقالي 4 شهور وجوزي بيتهمني ان انا ما عنديش اي مشاعر وان انا متبلده، او العكس يقول لي دي فاهمه الجواز غلط بيت وعايزه تحمل، انا مش لاقي نفسي كمشاعر معاها، فكل واحد مقيم التاني ظلمه في تقييمه، عشان هي فضلت لاغيه العاطفه خالص طول الخطبه، بس من اول العقد المفروض العاطفه تتحرك قبل العقد بمده، لا ده انا مشتاق انه يجي يسال عني في مواضيع كتير، الساعه بنقضيها 4 ساعات مع بعض ما بحسش، فتبدا يعني تقبله، ما زي ما بنقول مرحله القبول، التقبل والقبول وخلاص تعلق بقى، فابدا اتعلم. لو ما حصلش تفركش؟ مش عايزه بس ااجل الجواز، انا ما بحبهاش انها تتجوز وتقول الحب هيجي بعد الجواز، كلمه الحب هيجي بعد الجواز، اللي بيجي بعد الجواز العشره والالفه والاعتياد. انا لو واصله المرحله يعني الواحد ساعات ممكن يقول لك احنا احترنا نكمل يعني الحب بيجي بعد الجواز، يا بنات اهدوا وركزوا واتقفلوا، ايوه هيجي بعد الجواز ولا لما الجواز بيدخل من الباب الحب بينط مش الباب؟ انا عايزه بس نبقى ما نظلمش كلمه الحب نفسها، عشان هي دي الازمه اللي عند البنات، فكره ان متعلق بيه وما بنامش الليله لما بسمع صوته والكلام ده وانا مخطوبه وهو ده حياتي، او تقول لا ده كل ده هبل، انا قافله قلبي لحد ما اتجوز هو ده الحب اللي صح يطلع. الحب اشكاله كتير وما هو الا بدايه تالف، زي ما الدكتور عبير قالت ان الروحين بتتالف والارواح جنود مجنده، ففكره ان انا الشخص ده مرتاحه معاه بس احنا لسه قاريين فاتحه، فما محجمه عواطفي عشان اقدر اقيم الشخصيه صح، وهو نفس الشيء لما بيحصل العقد ببدا اشوف ارتياح القلبي ما اعمل ازاي، دي نوع من انواع بدايه الحب، يعني هي فكره انا مش لازم على فكره ده الحب في الله اسمى حاجه، والحب بين الاخوات والحب بين الاهل والحب بين الاصحاب، فهي دي كلها مراحل واشكال من الحب مش مكسوره، بس ربنا ما ادالناش شكل الحب هو بين الجنسين بس، لا ده عامم الارض كلها بموضوع الحب، فانا لما اخذله بس في راجل وست ده اللي بيخنق الحب، ده اللي يخليني انا اصلي والله يكلمني زي ما كلمنيش، لا اعملي ستوب يعني ما كلمني زي ما كلمنيش، لا طبعا لما ما يكلمنيش لازم يبقى فيه مشكله. فكرة النفسية مهمة ليه؟ يمكن بنرجع لها عشان حاجتين، عشان احنا دلوقتي في ظروف كلنا محتاجين امور نفسية بسبب الضغوط والاحداث والغربة والاحداث السياسية وكل واحد بقى جواه اكبر من طاقته ولم يؤهل ليه. النقطة الثانية ان الشباب فيها ازمة كبيرة، لازم نبقى عندنا واقع ومعترفين بيه ان الشباب كله عنده ازمة، ازمة في طريقة تفكيره، أزمة في اختلاف اللي اتربى عليه واللي بيشوفه، فبالتالي اعملوا لي يا جماعة حلوها لي، ان هو بيصاحب وبتكلم بس يوم ما اتجوز هاخدها كده ولا هاخدها كده؟ هو انا هتجوز عن طريق اللي بنت خالتي اللي امي مرشحها لي ولا لا ده انا لازم احبها؟ طب لو حبيتها كلمت هي حد تاني؟ فالصراع والشيزوفرينيا اللي هما بيعيشوها ان كانت بنت او ولد، فده مخلي الناس محتاجة تتزن نفسيا، فانا لازم ابقى شايفة موضوع الحب ما لخصوش كده واقول انا كحب لا انا هفتح قلبي بعد الجواز، او لا انا لازم اتعلق بوزني وزني الامر بالظبط، هو الامر لازم يكون في موازنه ما بين القلب وما بين العقل وما بين المرحله اللي انا موجوده فيها، المرحله دي محتاجه حب كتير ولا محتاجه عقل ولا محتاجه ايه.